اهلا بيكم وحلقه جديده من برنامجكم برنامج الشباب اتكلم براحتك. لغه الشباب الجديده بقى الشباب ليهم مصطلحات يعجز امثالي على فهمها، حتى ولادي، حتى لما اتعامل مع اي شباب في الشغل الاقيهم يبعتوا لي على الموبايل الرسائل اللي بيسموها فرانكو عرب، واوقات يقعدوا يكلموا بعض كده بلغه او سيم انا ما فهموش، لدرجه بقول له يا ابني فهمني بقى ايه الدنيا رايحه فين. ما بقيناش فاهمين حاجه، بس عايز اقول ان الشباب في كل عصر ومن زمان يعني ليهم اللغه بتاعتهم او مصطلحاتهم، علينا ان احنا ما نعبش عليهم في ده. طبعا في البعض بقى من مناصري اللغه العربيه واحنا مش ضد ده، قلقانين على اللغه العربيه، قلقانين ان ده الكلمات دي تتسرب جوه، خاصة إن الشباب دلوقتي بقى ليهم مصطلحات كتيرة، يقول لك البنت تقول لك أنا ليا الكراش بتاعي، تقعد تسأل الكراش أنا كنت فاكره أي حاجة الواحد بيشربها يعني، لكن طلعنا بيكراش عليا، يعني واحد هيبقى مشروع حبيب لكن لسه لم يرتقي إلى هذه المكان. شريط الأغاني اللي كنا بنسمعه بقى اسمه ألبوم، المرتب بقى اسمه سالري، الحب القديم بقى الإكس، يعني حاجات بهذا الشكل. تعالوا قبل ما افتح حوار معاكم نشوف زميلتي سهى رضا مراسلة البرنامج نزلت وعملت هذا التقرير مع الشباب. اسمك ايه؟ إيهاب. اسمك؟ جلال. إيهاب وجلال؟ اسمها دي قديمة أو؟ لا ما احنا دي مش اسمعنا الحقيقة. اصلا؟ تضحكي على ايه لسه؟ هنضحك بس كمان شوية. اسمك ايه؟ علاء. علاء عندك الصاحب اللي بنسميه الباست فريند او الانتيم؟ طبعا. في ما بينكم لغه مشتركه تتكلموا بيها محدش بيفهمها غيركم؟ في حاجات كده بتبقى سيم كده محدش بيعرفها غيرنا احنا بس. طيب انا هطلب منك طلب، انا عايزاك تكلم اي حد من صحابك دول وتفتح سبيكر ما تفهموش ان احنا في تصوير، وعايزاك تقوله شويه حاجات والمطلوب ان هو يفهمها، شوف بقى انت هتعرف تنجح في الاختبار ده ولا لا. تمام ماشي. يلا اختار اي حد، افتح لي سبيكر. هو واحد بس اللي بلجأ له في المواقف الصعبه دي. الو. ايه يا هوب عامل ايه؟ الحمد لله تمام. بقول لك ايه؟ هسألك سؤال كده وعايزك ترد عليه. قول. الهريشي ريشن كازا مع الهريشي كريزن كو يدي ايه؟ يا عم انت فاضي اقسم بالله. يدي ايه بس بالله عليك قول. يا عم يديك عصير هانت كان مش عايز ايه تاني. طب لو مش هديني عصير هانت كان انت هديني ايه؟ على انت فاضي والله العظيم. قول بس قول بس قول بس بس تشهرت هو خلاص. انت فين؟ في المخيط. طب زينبيه والنو؟ زينبيه النو سين ما بيننا كده بنفهم بيه بعض في اي حاجه. شنكلوز. شنكلوز ده مرتبط بحاجات كبيره قوي. مرتبط بشعرك مثلا؟ لا ده في شنكلوز. لا ده شنكلوزات ده. انت واصحابك لما بتكلموا تمام في موضوع مش عايزين الناس تعرفه بتعملوا ايه؟ بنتكلم بلغز بالغاز. ايه بقى الالغاز؟ يعني ممكن اقول له عملت ايه في بنجيبها بالميشن مثلا امبارح، ميشن اللي هي بتتفهم عن موضوع كنا مترتبينه امبارح مثلا. نيرفانا نصوصي راح. انا اسمي بالام عامه. ايه؟ بالام. ميرفانا. ميرفانا معنى ايه طيب؟ لا ما اعرفش اسالي مامتي. ولا مره كان عندك حب استطلاع تعرفي اسمك معناه ايه؟ بصي انا عارفه ان هو اسم هندي بس مش عارفه، تقريبا حاجه خرافيه يعني. ما حدش سالك السؤال اللي انا سالته لك؟ لا سالته ورديت الرد المناسب. اوكي ده في رد تاني بترديه ورا الكاميرا؟ طبعا. هو دي كاميرا هو شغاله؟ ايوه على فكره بروفا. عندي بس فريند دي اللي بثق فيها، بس انا بحكي اي حاجه لاي حد عادي يعني ما عنديش مشكله. هايله. ايه رايك؟ رايي صدقنا والله بحكي للناس كلها. احكي لك مشكلتي بعد التصوير والنبي هتفضحينا بعد شويه. وانا انت عارفه انا اقول لك حاجه، في ناس كده اللي هي ايه بيقول لك انا ما تكلمنيش بقى الغاز، انا تقول لي دايركت ومش هفهمك برضه. بالظبط. هو ده انت. هاتي حضن. انا حبيبتي روحي بقى والله. والله هتوهي والله صدقيني هتوهي.
عايز اقول لكم ان الشباب مش النهارده، ده من زمان وهو ليه مصطلحاته او السن بتاعه. انا فاكر واحنا في مرحله اعدادي، ثالثه اعدادي ثانيه اعدادي، كان في مكان كده في المدينه اللي كنا مسكنها انا واصحابي، نروح فيه نشرب سجاير بعيد عن اهلينا، فمنطقه بعيده اقرب للصحراء، فكنا مسمين المكان ده الفهرور، اللي هو ايه ما نعرف بس خلاص. ونقعد نتكلم يا طارق، يقول لي خلاص الفهرور، خلاص عارفين ان الفهرور ده هنروح ثلاثة الفهرور، يعني الساعة ثلاثة هنروح الفهرور وخلاص. يقعد بقى ابوك يسألك بابا ده فيلم اجنبي جديد نازل واي حاجة يعني. فانا برضو عايز اقول ان احنا كان جيلنا وكان ليه مصطلحات تاني كتيرة قوي احنا كشلة كنا عاملينها. عايز اسألكم النهاردة مصطلحاتكم ايه مع اصحابكم؟ اتفضل. شبلي محمد، محافظة المنوفية. انا واحد انا واصحابي مثلا، فليا واحد صاحبي قريب مني قوي بناديله اقول له يا بنت مثلا، دي معناه يعني انت قريب قوي مني، لما اجي اناديله اقول له يا بنت. هي ديت المصطلح الجديد بقى اللي في كلام تاني بتقولوه؟ انا عن نفسي يعني مش قوي يعني، بس هو ده المصطلح اللي احنا مثلا يا بنت. في حاجات تانية ممكن قاعدين مثلا فكك من اللي بيشكك مثلا، حاجات زي كده يعني. بس يعني الحاجات ديت تطورت لحاجات تانية بعد كده، الجيل اللي تحتي تطورت منه حاجات تانية. طيب مين قال مايك معك؟ محمد صابر من إسماعيلية. أنا والدي رحمة الله عليه كان مدرس لغة عربية، فكان دايما حريص على استمرار اللغة العربية، حتى مش بس في الدراسة لا داخل البيت. لكن بعد وفاة والدي اتفاجئنا مثلا بأخوات الصغيرين اللي هم مع عصوش والدي طول الوقت قاعدين بيقول لنا مصطلحات احنا حتى في البيت ما بناش فاهمينها، زي حلني، فكك، سايسها، حاجات كده بقت حتى غريبة، حتى بحاول طول الوقت ان انا افهم ايه هي مش قادر. بس ما حدش عنده اللغة اللي اتكلم بيها الشباب في التقرير. يعني في شاب زميلتي سوى رضا خليته يكلم زميله، خلاص احنا مش فاهمين اي حاجة بس هما الاتنين فاهمين. في حاجة زي كده عندك؟ فضل. طه صلاح، محافظة الشرقية. طبعا انا بين زمايلي وكده بقول اشطاط مي، يعني بسمى اصحابي يعني احنا عشان احنا اخواته كده، فاللي هو احنا بنقول كلام يعني مش لازم ان انا اقوله هنا، بس هي كلام خارج. اه طب الكراش بتستخدمي التعبير ده والمصطلح ده؟ اه بتقولك كراش عليا النهارده خالد ولا احمد؟ بلاش فضايح، تعالوا نشوف تقرير ده، هترجع بعد كده لاهلها ونشوف التقرير ده ونرجع لكم تاني. بتعامل بالفرانكو عرب في الشات والسوشيال ميديا. فرانكو عرب بستخدموش قوي وبفهمش منه حاجة الصراحة. في ناس بتتكلم كتير منه وأنا بفهمش منه حاجة يعني. ناس معينة بتكلم معاها، لكن ناس تانية ما بتكلمش معاها، بس بفضل طبعا العربي أكتر. هي طريقة كتابة، طريقة تسهيل، عشان دلوقتي معظم الإكسبريشنز زي ما بقولك كده يعني كلام في نص الكلام كده ممكن تقول كلمات معينة، الكلمات دي مش هتعرف تكتبها بالعربي. لا عادي، ده بتبقى حاجة عادية أي حد بيعملها يعني. اي كلمتين كده وسط الكلام اللي فرانكو بيدي كلمه انجليزي كده عادي. لغه فرانكو دي مش انا مش يعني بتعاملش بيها كتير علشان ما بقراهاش بسرعه. بفهم لغه الفرانكو قرب بفهمها، بس ما بحبش استخدمها قوي غير مع الشخص اللي ما بيفهمش غيرها، يعني بضطر استخدمها مع الناس اللي بتحبها، بس انا بحب العربي يعني. يعني شايف ان ممكن فكر موسى حجر رشيد كان اسهل كتير ان الواحد يقرا رساله بالفرانكو من اللي بستخدمه عادي، بس انا شايف ان يا عربي يا انجليش يعني. لغه بس يعني اخترعت وانا صغير يعني، فالشباب اللي قدي متعودين عليها، لكن الكبار بيتعاملوا بالعربي، وانا بحكم شغلي دلوقتي بتعامل بالاثنين، بس الاسهل لي فرانكو عربي يعني. لا ما انا مش حاسس ان حاجه يعني، انت بتكلم اللغه بتاعتك يعني، دي اللغه بتاعتنا كلنا عرب، ما اللي يتكلم اجنبي اليوم بيتكلموا زينا بره يعني. في العادي بتكلم عربي، بس في شخصيات لازم تكلمهم كده تحس ان هم يعني انت كده شيك وجميل ولازم اتكلم معاه كده يعني. هو غصب عنك بتقول اكسبريشنز كده معينه علشان هي ديت اللي دارجه دلوقتي. هي مشكله كبيره علشان اللغه العربيه كده خلاص بقت بتروح، ودي حاجه وحشه جدا. ايوه الناس اللي بتتكلم انجليزي كده، اللي بتتكلم عربي وتقول كلمتين انجليزي كده في نص الكلمه بتبقى حاجه حلوه يعني عادي. الناس اللي بتتكلم دخل كلمات انجليزي في نص الكلام دول حاجه يعني مش حاجه حلوه يعني، مش حاجه حلوه. ليه انت يعني بتقطع الجمله عربي دخل كلمه انجليزي ممكن ما تظبطش معنى الكلمه. في شخصيات لازم تتعامل معاها كده عشان تبين ان انت كمان فاهم، مش هم بس اللي بيتظاهروا ان هم فاهمين انجليش، كلنا فاهمين انجليش بس لازم نتكلم عربي.
والله انا شايف انه عادي، ممكن واحد مثلا تربيته كده او واحد مثلا راح كورس في الكورس مثلا، لما تروح كورس انجليزي المستر بتاع الكورس بيقول لك حاول تتمرن، طبعا اللغه ممارسه. الناس اللي بتستخدم انجلش كتير في كلامها بيتفشخروا اكتر، بس يعني عادي كلنا يعني مصريين نفرض نتكلم عادي عربي. معظم الجيل الحالي من الشباب بيستخدم الفرانكو عربي سواء في الإيميلات أو في الرسائل والواتساب، ربما استسهال، ربما مش عايز أهليهم يفهموا هم بيكتبوا إيه. هروح لشبابنا في الاستوديو وأسألهم، هل أنتوا أيضاً بتستخدموا الفرانكو عرب؟ فضلي. نور محمد من الجيزة. أنا ما بعرفش أكتب عربي خالص غير مؤخراً ابتديت أكتب عربي، أنا بحس الكيبورد بالإنجليش أسهل بكتير أو أسرع بكتير أن أنا أكتب بيه. طبعاً محدش من أهلي كان بيعرف يقرأ الشات بتاعي بيني وبين صحابي، بس للأسف ماما فضلت ورايا لحد ما علمتها الفرانكو. لحد عارف ودلوقتي هي تلعبت شايد فرانكو عربي؟ لا، ما زالت بتكتب العربي، بس لما بتحب تقرأ لي حاجة بالفرانكو بتعرف تقرأها كويس جداً. يعني بتكتبي مثلاً أنا راجع البيت ايه ان ايه كده برضو؟ ايه ان ايه لكن ما بتكتبيش عربي انا راجع البيت؟ لا خالص، ما بعرفش، مش حافظه اماكن حروف العربي بصراحه في الكيبورد. وزميلاتك كده برضو زيك؟ اغلبهم كده، وفي ناس كتير من صحابي في سني بيكتبوا عربي بيستسهلوا بالعربي، بس على حسب التعود من البدايه. يعني انا تعودت اكتب بالانجلش في الكيبورد في العكس حسب التعود. بالظبط. اتفضلي. علاء المهدي من الجيزه. انا من مي مثلا هكتب بعمل شات وعايزه اكتب مسج طويله بستسهل اكتر بالفرانكو، لكن لو حاجه سهله يعني مسج صغيره ممكن اكتبها بالعربي عادي، لكن بستسهل اكتر الفرانكو. غالبا هلاقيكم كلكم بتكتبوا فرانكو عرب زي ولادي برضو زي فريق الاعداد معايا، لسه شباب صغير. تعالوا نشوف تقرير مع الشاعر محمود سلام ابو مالك صاحب مبادره صحح لغتك ومؤسس نادي الفصحى. محمود سلام أبو مالك صاحب مبادرة صحح لغتك وصاحب كتاب الألفية في الأخطاء اللغوية. مبادرة صحح لغتك هي مبادرة شبابية أطلقناها سنة 2014، الهدف منها أن احنا نتفاعل مع الناس حول اللغة العربية، إما بقى بالكتابة بيها أو بالكتابة عنها أو بالكلام عنها أو بتأملها، تصوير الأخطاء اللي بنشوفها في الشارع بنشوفها في الكتب الكلام عنها. يعني هي مبادرة شبابية في المقام الأول بتهدف إلى التفاعل حول اللغة العربية على صفحات التواصل الاجتماعي بالأخص. نادي الفصحى هو فكرة يعني جات لنا لما عرفنا أن اللغات بتكتسب من خلال مهارة التحدث، من مهارة الكلام، ولقينا أن في عدد كبير من الناس محتاجة أنها تتواصل باللغة، فقررنا أن احنا نعمل لهم نادي يتقابلوا فيه يتكلمون خلال هذا النادي بلغة عربية فصيحة. المبادرة بدأت سنة 2014، ومن يومها حتى هذا اليوم يعني قدرنا نوصل لحوالي مثلاً 35,000 متفاعل، منهم اللي احنا عملنا لهم لقاءات على الأرض في محافظات زي القاهرة واسكندرية والشرقية وغيرها، يعني كلمنا شرائح كتير جداً، شرائح من أول الناس الكتاب والصحفيين والمختصين بالإعلام والتعليق الصوتي وما إلى ذلك، والناس اللي مش متخصصة أصلاً اللي بس كل الأمر إن هي شافت فكرة جديدة ومحتاجة إن هي تتفاعل بيها. حاولنا نوصل إن اللغة بتاعت الناس كلها مش بتاعت المتخصصين. يعني أنا اتولدت لأب بيحب اللغة أصلاً وإن كان مش متخصص، لكن هو بيحب اللغة، فأنا ما في ابنه ده إن هو يتكلم بيها، إن هو يحاول يتواصل مع الناس بيها، يحفظ كلمة لما دخل المدرسة في ابتدائي يلقي كلمة في الإذاعة باللغة العربية وهكذا. على ما وصلت الثانوي كنت بكتب شعر فصيح وأدخل بيه مسابقات، حصل أن أنا فزت أول جمهورية مثلاً وأنا في الثالثة ثانوي في إلقاء الشعر الفصيح. الكتابة بالفرانكو هنلاقي أن في أجيال بعد 50 سنة أو أقل ما تعرفش أصلاً أن في كتاب عربي. يعني أنا في فترة من حياتي اشتغلت في التدريس أقول للأطفال افتحوا صفحة 27، هم مش عارفين يعني صفحة 27، كتبت لهم على السبورة 7 جنبها 2، مش فاهم أصلاً يعني إيه 7 جنبها 2، لازم تقول له 27 علشان خاطر يعرف يوصل. أنت متخيل حجم الفجوة اللي بقت بيننا وبين بعض جوه المجتمع الواحد؟ فهي الفكرة هنا إنه لازم نوصل للناس كلها إنه لا، في إحنا مش ضد تعلم أي لغة،
وبالعكس احنا مع تعلم اللغات وبنسعى كلنا ان احنا نتعلم عدد اكبر علشان ده هيسهل التواصل. لكن في المقام الاول ما ننساش اللغة الأصلية. بدأت بكتابة أول أبيات في ألفية أبي مالك في الأخطاء اللغوية، أتممتها في ديسمبر 2018 وهي قيد النشر، يعني خلاص على وشك الظهور. هتعرف مني دلوقت إن اللغة أربع مهارات، أي لغة وخصوصاً اللغة العربية هي أربع مهارات: مهارة الاستماع، مهارة التحدث، مهارة القراءة، مهارة الكتابة. إذا قلنا مهارة الاستماع، فأنت حاول إن أنت وإنت بتسمع تسمع حاجة لغة عربية، اسمع أغنية لغة عربية، شوف مشهد درامي لغة عربية، حاول إن أنت تسمعه، لأنه السماع بيؤدي في النهاية إن أنت تقدر تتكلم لغة عربية زي ما بيحصل في أي لغة. لذلك رسالة للمتخصصين: التريث والحلم والأناه في توصيل اللغة العربية والتواصل بها مع الناس. بعد الفاصل هيكون معايا الكاتب والشاعر محمود موسى، صاحب مبادرة عيادة اللغة، وهتكون معاه أيضا مطربة شابة بتشاركه في هذا الصالون عيادة اللغة، هايدي سمير. نطلع فاصل ونرجع لكم تاني.